قبل ما نتابع بفقراتنا خلينا نروح لمرفأ بيروت ونشوف أهالي شهداء ضحايا الانفجار المفرق مع عبدو متى والد الرقيب الشهيد شربل متى. أستاذ عبدو صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. أنتم موجودين على الباب رقم 4؟ على باب رقم 9. 9. باب رقم 9. تفضل خبرنا شو عم بيصير، أنتم موجودين ليش هونيك؟ منزلين كيف بلشوا يمشوا على التحقيق، قال ناطرين جان قهوجي ما راح عند القاضي، بدنا نعمل تصاعدية، بدنا نصعد، نروح على باب رقم 14. نعم. بدنا نخلي صاريخ ونوصل لقبرص اليوم. نعم. حرقة القلب واضحة وما في شيء بيرد لكم اللي راح أبدا مهما كانت. حقكم تطالبوا فيه. الكل موجود تحت، أكيد في زحمة للكاميونات، بس أنتم بدكم حقكم. نعم. تقرين الدنيا، معطلين المرفأ هلا باب رقم 9 معطلينه. والطريق قدام المرفأ مقفلة؟ ايه تحت على باب رقم 9. على باب رقم 9. ما طلعنا على الاستراد. نعم. الساعة 10 موعده لجان قهوجي يمثل أمام القاضي بيطار. في حال لم يمثل. نعم. إذا ما إجا بدنا نصعد أكثر. يعني شو رح يصير أكثر غير إنه هذا سر، ما بعرف رح نخبر. أوكي. لأنه عم بيسبقونا الزهران. نعم مع الأسف. لكن بعد ساعة ونص من هلا إذا في عندكم حدا أكيد فوق ناطر حتى تعرفوا إذا وصل يا ملا. كل شيء بنعرفه، كل شيء ما تعرف الهم، كله منظم وعم نتعلم من غيرنا. نعم. الله هيك يصبر قلوبكم. أنتم إيد وحدة على كل حال. طول عمركم والله يخليكم. شكرا لك عبدو متى والد الشهيد الرقيب شربل متى بانفجار مرفأ بيروت ب 4 اب 2020. يعني هيدا واقع وحقهم اكيد، بكل حقهم يعرفوا الحقيقه، بكل شيء حق كل اللبنانيه كيف هن اهل لازم يعرفوا ليش ماتوا اولادهم ومين السبب بوفاه باستشهاد اولادهم.